السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا بالكلام عن تفسير سلسلة الأسماء، والنهاردة هنتكلم عن اسم لامرأة أو حتى بنت. هذا الاسم وهو دليدة. إيه معنى اسم دليدة في المنام؟ هذا الاسم لأول وهلة، يدل على الحظ الجيد ويدل على الرزق إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الاسم بالنسبة للبنت العزباء على ما يدل؟ يدل على أن هناك تحسن في الأمور اللي هي خاصة بحياتها، سواء على المستوى العاطفي أو الاجتماعي أو العلمي أو العملي. في تحسن في الأمور اللي هي للأسف الشديد قد تمر ببعض العكوسات في حياتها في الوقت ده. لما تشوف الاسم ده تعرف ان الامور هتتحسن. هذا الاسم بالنسبة للمرأة الحامل يبشرها بالبركة وبالرزق الكثير ان شاء الله تبارك وتعالى القادم اليها. هذا الاسم للمرأة المتزوجة او المطلقة او الأرملة يبشرها هذا الاسم بالخير الوفير أو الاستقرار الذي سوف تعيش فيه في الفترة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.